الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت منظمة الجمارك الإيرانية ارتفاع معدل الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الماضية، إذ بلغت 4.29 مليار دولار بحلول 20 من شهر تشرين الأول الماضي. وقال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية مرتضى عمادي إن تجارة بلاده غير النفطية مع العالم بلغت 81.03 مليون طن بقيمة 60.133 مليار دولار خلال سبعة أشهر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10% وانخفاضا بنسبة 17% في الوزن مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم. أكدت وزارة التجارة في العراق وجود خزين من السلة الغذائية يكفي حتى شهر شباط المقبل، مؤكدة ضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية بعد حجبها عن غير المستفيدين منها. وقال الوكيل الإداري للوزارة ستار الجابري إن توزيع مفردات البطاقة التموينية يكون للمستحقين فحسب، مبينا أن هناك شرائح غير مستحقة، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن بحسب قوله. وأشار إلى أن غير المشمولين ينضمون في 13 شريحة، وهم أصحاب الشركات والصيادلة وأصحاب الدرجات الخاصة والرواتب العليا، مع 5 ملايين شخص من المهاجرين إلى خارج العراق. عودت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا قياسيا في الأردن بعد هدوء امتد لشهرين ماضيين، وسط قلق متزايد من غلاء أشد قسوة خلال الشتاء الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا في الإقبال على الوقود. وجاءت البيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية الأردنية لتظهر ارتفاع الأسعار مجددا، حيث زاد التضخم التراكمي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.14% على أساس سنوي، وبلغ التضخم في شهر تشرين الأول الماضي 5.23% على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 34% والنقل بنسبة 5% والإيجارات بنسبة 4.5% والثقافة والترفيه بنسبة 14.36%. بلغت الصادرات التركية من قطاع المعادن الحديدية وغير الحديدية 12 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وأوضح اتحاد مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية بإسطنبول أن حصة القطاع خلال الفترة المذكورة في إجمالي الصادرات التركية بلغت 5%، مضيفة أن قيمة صادرات القطاع بلغت 12 مليار و300 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وأشار الاتحاد إلى أن صادرات القطاع في شهر تشرين الأول الماضي زادت بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، وبلغت قيمتها 1 مليار دولار. تغيرت أسعار النفط مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، فيما حدت من المخاوف الخسارة بشأن التوترات الجيوسياسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.46% لتصل إلى 93 دولاراً، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.61% لتصل إلى 86.38 دولاراً للبرميل. وبلغت أسعار النفط بعد تعليق إمدادات النفط لأجزاء من شرق ووسط أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروغبا مؤقتاً وفقاً لمشغلي خطوط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.